الخير لكل مشاهدينا يلي عم بيتابعونا عبر شاشة تشاريتي تي في. وطن الأرز في أستراليا، برنامج جديد بيطل عليكم مع ضيوف وشخصيات من وطن الأرز مقيمة بأستراليا وعايشة بهالقارة يلي ما بتغيب عنا الشمس. شخصيات ما بيغيب عنهم حب وطن بينتموا لإله، بيحكوا لغته، بيعشقوا عطر ترابه ومية ينابيعه وجمال طبيعته وفيات أرزاته، والأهم إيمانهم بأنه لبنان وطن الرسالة. مهما بعدتهم الأيام عنه وتغربوا بالجسد، بيضل الفكر والروح ونبضات القلب معلقين بهالوطن الصغير بالمساحة وكبير كتير بمحبة شعب ضحى وناضل وقاوم وتحمل طيب الوطن. بهالحلقة بيسعدني أني رحب بشاب لبناني عصامي بنى نفسه بنفسه، قاوم المصاعب والصعوبات بعزيمة قوية، وكان حليف للتحديات بقلب قوي لينتصر على العثرات. تحدى حاله وواجه وناضل ليحقق ذاته ونشوفه محل ما هو اليوم، لبناني ناجح لمع اسمه بسما الوطن والمهجر، بفرح بيعطي، بإيمان بيساعد، ومحبته هدية مجانية لكل حدا بيتعرف عليه. سوا منرحب برئيس وصاحب شركة ايتك شارلي إبراهيم. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيكم بأستراليا كمان. يعني سيرتك الذاتية غنية دسمة، بس نقريها أو حتى المشاهدين اليوم أنا عم بطلقها عليهم لنعرف ونتعرف سوا عليك، منفكر يمكن أنه شخص شوي بالعمر كبير أو مسن نتفة بالنسبة لهالسيرة الغنية. اليوم إذا بدنا نبلش من طفولة شارلي إبراهيم، من أي ضيعة من لبنان، وعن جد كيف قدرت تعمل هيك سيرة ذاتية بوقت بعدك كتير شاب، وهلأ يعني كل الشباب رح يتسمعوا عليك بشغف وإذا بدك بكتير تيعرفوا ليه شو السر. يعني هلا من وراء المقدمة اللي أعطيتيني إياها رح بلش شوف حالي هلا بعدين. لا تستاهل على كل حال. نحن بنحكي إلا الحقيقة. أنا شاب مثلي، أول شيء خليني بلش لك، أنا شاب من ممنع عكار، خلقان وربيان بسن الفيل ببيروت. أنا من الجيل اللي خلق بالملاجئ. نعم. خلقان بـ 78. ربيت بمنطقة فقيرة متواضعة. نحن بي كان بالجيش، متقاعد من الجيش كمان يعني. هلا نحن ثلاث صبيان وبنت، و كنت اتعلم بمدرسة الحكمة لصف البروفي، وبعدين انا نقلت على الانطلاق بسن الفيل. بس بلشت بالجامعة وقفت علم. السبب هو الظروف السياسية اللي اجت سنة 94 بالبلد، جبرتني اني اشتغل لانه بي توقف لاسباب سياسية. نعم. وصرت انا مجبور اشتغل واتعلم واصرف على البيت. ومن هون انطلقت. تحملت مسؤولية بكير. ايه هلا كل اللي عم يسمعك من هيدا الجيل بيعرف تفاصيل اكيد هالمرحله، وكل عينا وبظروف صعبه. يعني فينا نعتبر انه حضرتك ما هجرت الا يعني من الهجره الحديثه. انا هجرت بال 2001. 2001 اجتني فرصه فيزا عمل لهون، وصراحه هي اجتني موافقه لهون واجتني موافقه على قبرص تروح اقعد عمل على قبرص كمان، بس قررت اجي لهون لانه يعني كتير أسئلة سألت العالم وهيك قالوا لي هون أحسن وكذا، وكمان أنا أخوالي أخواتي لأمي هون هني اللي ساعدوني لأجي بالفيس العمل لهون. اخترت الأبعد. اخترت الأبعد بعتقد، واخترت أنه هون في كتير لبنانية إلا مستقبل أكتر، شي من يعني شي من هالنوع. أنه كنت شاب 21 سنة، يعني أسئلتي كانت محددة. صح، عقد عمرك. بس كان يعني الفكرة انه بعمر صغير بس انه عم تتحمل صعوبات يعني ومشقات السفر وعناء، لانه قبرص كتير قريبة بالنسبة انه استراليا كتير بعيدة. اكيد. انا قررت اترك لبنان واجي لهون لانه اساسا انا يعني كنت عم اشتغل بلبنان، بس انا كل عمري حلمي
بكل شيء اكبر من بنشوف في بين ايدي. دائما عندك طموح؟ دائما دائما بحس حالي انه لا لازم بعد فيه اعطي، لازم بعد فيه اعطي. انا كنت ماشي حالي بلبنان وعم بشتغل، وبيي كان عنده مصلحه وقت انا تركت لبنان، والشغل اللي انا بشتغله هون هي كانت في مصلحه لبيي وعمومتي كنت عم بشتغل معهم فيها. حتى هني كانوا عم بيحضروني اذا بدك لحتى انا استلم. اها. بس انا لقيت حالي انه بيي وعمومتي ردت خارج السر. ايه مش اكبر مني بكثير هني، يعني عرفتي كيف؟ وبيي اكبر مني ب 20 سنه. نعم. لقيت حالي انه بدي يصير انا عمري 60 وبعدني عم باخذ خرجيتي من بيي، مش ظابطه معي. ايه. لازم اظهر من الفرق. هيدا الطموح. فقررت اجي لهون. جيت لهون كانت صعبة، وشفت في فرص هون وشفت في opportunities، وفي فترات أنا هون مرقت علي سنين كنت أشتغل يمكن 20 ساعة بالنهار. نعم. تحديت حالك قبل ما تتحدى الحرب والظروف؟ الإنسان بيعمل تشالنج مع حاله. أكيد. قدي بتحس اليوم هيدا التحدي كان حقيقي أو بفترة من بداياته قلت لا أنا شو عملت يعني ندمت؟ لا هو التحدي كان حقيقي 100%، بس في عنا بيقولوا بلبنان بعض العالم حيث لا يجروا الآخرون. نعم. وقت الواحد بيحط حاله بهالبوزيشن وبيحط براسه انه ممنوع الخسارة وممنوع الـ يرجع لورا وشو ما صار كمل، بده يوصل. جرأت واخذت القرار ومشيت فيه. ما في خوف، يعني شو بده يصير. انا كنت تعرفت على مرتي هون بال 2003، وكنت قلها دايما انه انا ماني جاي لهون لأكل وأشرب ونام. نعم. حلو. إذا جاي لأكل وأشرب ونام في جده لبيي عنده بيت بالضيعة حجر قديم بالخموني، بقول له قلت لك كنت قلها بروح بقعد بخموني جدي محل ما كان جدي قاعد وباكل وبشرب وبنام. صحيح. في شيء بدي أعمله وحاسس حالي إني إذا أنا عملته في كتير عالم بتغير معي، مش هتغير لحالي. نعم. وعلى أساس اشتغلت، وهي كانت يعني سبورتيف بهذا الموضوع. وصار عنا أكيد عائلة، ومن كم ولد مؤلف العائلة؟ أنا مجوز من دنيز وهبي، عندي بنتين وصبي، بنتي الكبيرة أنجو عمرها 13 وكريستين عمرها 11 وجون صغير عمره 7 سنين. الله يخلي لك إياهم. بتربيهم اليوم أنت وأمهم طبعاً على تقاليد لبنانية، عادات، لغة، يعني كيف عم تتعامل بالعائلة اليوم؟ قد إيه حامل معك بعدك لأن ربيت بلبنان صراحة أخذ كل العادات والتقاليد اللبنانية عم توصلها اليوم بدورك اللبنانية. صراحة أنا بآمن أنا ثلاث أرباع عويدنا ضدها. أنا بقول نحن في عنا أيام اوكي بعطيها لاولادي عوايد ثلاث ارباع غلط. ما بعلمهم اياها. ما بتعلمهم؟ لا. الايام ايه عوايد لا، انا ضدهم ثلاث ارباعهم. ما شو عم يحكوا عربي اليوم اولادك؟ ما بحط عليهم بريشر، هن بمدرسه مارشاربي اللي بيعلمون عربي. ما بحط بريشر، بحكي معهم عربي شوي. بنبسط فيهم وقت بيكونوا عم يسمعوا عربي. يعني مثلا انا ابني اول جملتين عربي قالون غنية فارس كلام ليلي بدنا نولع، حفظها وصار يغنيها. ما بحط عليهم برشا. انا بقول اليوم الايام غير قبل. يمكن هلا انت عم تتلاقي بكثير شباب هون من عمري ما بيحكوا عربي. مزبوط. بس لانه بايامهم ما كان في تي في عربي هون، ما كان في تليفونات مثل هلا نتلفين ونحكي صوت وصوره، فكان بدها شويه برشا على الولد ليتعلم. اليوم انا بشك، لانه اليوم اولادنا عم بيروحوا على لبنان كل سنه كل سنتين، عم يحضروا تلفزيونات عربي، بيحكوا مع جدهم وستهم صوت وصوره. سو بيلقطوها. ما في داعي. قد ايه يعني عندك نقمة على العادات؟ لأنه هون يعني أكيد هو نحن بالنهاية بلبنان مش قصة العادات، قصة عدم النظام يعني والتنظيم بالأحرى. قد ايه تعارضت معك وواجهتها، وقد ايه حسيت إنه عن جد يعني أثرت عليك سلبياً؟ أثرت علي سلبياً؟ لا، لأنه أنا بي هيك. بي يعني نحن ربينا بالبيت، بي اساسا منه كثير تبع عويد، يعني بي تبع عقلك براسك وفكر كيف تطلع منها، يعني عقلك شو بيقول لك عمول وتحمل مسؤوليه غلطك، نحن هيك ربيانين. اها. فما
ما كتير عانيت فيها بالبيت، بس عانيت فيها كتير بحياتي مع اللبنانيين، انه في عوايد هي غلط، انه مش لانه جدي كان يعمل هيك معناته انا لازم اعمل هيك، يعني هو صح طبعا. ايه انه في اليوم وقال له ليش تعلمنا وليش اشتغلنا وليش اشتغلنا على تطوير حالنا، لانه يمكن يطلعوا غلط. يعني انا دائما بقول لهم، يعني مثلا في شيء عندنا باللبناني انه بده حدا مثلا هيك يعني لحتى ركبها بخبريه مثل خبريه انه ما عم يجوز بنته قديم انه هيدا ادمه. اوكي شو عم يصرفوها اليوم هاي؟ شو يعني ادم؟ ادم كلمه مغيطه عن جد. اوكي انه ادم عايم جدي كان الادمي هو اللي بيفلح عرض بيو وبيساعد بيو وبيبوس ايد بيو من عشيه طبعا وبيجي عشيه وبعدين بيو بيقول له روح اتجوز هي بيتجوز هي، هذا الادمي اكيد. طب اليوم هو ما بيطعموا خبز اصلا هو مطلوبين موجودين، انه اذا ثقافه الكلمه تغيرت. اليوم الادمي غير موضوع، الادمي اليوم انا برايي بتبلش بس يطلع من بيت اهله بيتجوز بنت الناس، بده يحترم بنت الناس وبده يعيشها بالقليله مثل عن بيت اهلها، وبده يعني في كثير وبده يكون له كلمته بالمجتمع هي كمبيالة وبده يكون بحس بغيره، هيدا الادمي. حتى مفردات الكلمه يعني اليوم مع التطور ويمكن بعد 20 30 سنه تكون هدول اللي انا عمولهم كلهم صاروا باكود وفي غير كلمه غير 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 تفسير. اكيد بتخيل يعني مع كل سنه بتتقدم الاشياء. ذكرت شغلي انا مرقت هيك بس حبيت ارجع لأتوقف عندها، انه قلت انت اذا بتتغير ظروفي وحياتي مش رح تتغير لحالي، مش رح تتغير، يعني ما عم تفكر بانانيه، يعني اليوم بده يتغير كثير اشخاص حواليك بده يتغير ظروفهم لانه انت تغيرت، يعني بدك تشيلهم معك او اذا بالاحرى تنقذهم من مطرح حتى انت يعني معك. قد ايه اليوم ليش شو لانه نحن يعني كمسيحيين في عنا وزنات، كل حدا عنده وزناته. نعم. وانا من العالم اللي بامن انه اول شيء ربنا بيعطي، يعني مثل ما قلنا بيعطيكم وزناتكم عاد ما بتحملوها، ف وقت اللي عم يعطي واحد وزنات تقيلة معناتها هو وسقان انه هيدا هو حيكون فير بالحياة وحيقدر يوزع، لان اني هو امانة نحنا بنيجي بادي على البرع، يعني الجسد بيجي وبيروح. اوكي الباقي تصرفاتك اعمالك بدهم يبقوا، فهل هل هل كل شيء مادي وقت ربنا بيفتحها على حدا وبيعطيه هن امانة. اوكي هن مكافأة عملك وكذا وإلى آخره وتعبك وهيدا وأنت أحق فيهم من كل، بس مفروض فيني كون أنا عم بتطلع بغيري ووزع لغيري وساعد غيري وشوف مين محتاج ومين فيه يغير له حياته، وأوقات في عالم تغيري له حياتها بس بكلمة مش بمصاري. طبعا أكيد عم نحكي على صعيد المعنى. إيه بس just motivate him and then بتلاقيه صار مثل الفيراري طاير، بس بده motivation ما بده أكتر من هيك. بس هيدولي كلهم انا بعتبر حالي انه ربنا عطاني، معناتها انه انا هو هي نوز انه انا اي كان دو ات اند اي هاف تو دو ات، يعني ما عندي خيار فعم بعملهم. حلو. بتعطي انا ذكرت بالمقدمة بتعطي بفرح، يعني حتى عندك فرح العطاء وايمان انه مش انه بس لانه اجباري او منك مجبور اساسا، بايمانك. قد ايه اليوم علاقتك بعدها بالايمان؟ ونحن بنعرف انه بتنزل على لبنان وبتزور المقامات الدينيه المسيحيه، حتى بتكون بالمؤتمرات المسيحيه اللي عم تنعمل. خبرنا كمان شوي عن هالتجربه وقد ايه عم تكون كمان دورك فعال، وقد ايه بكلمتك او بالمداخلات تبعك كمان عم تخلق كمان تساؤلات واشياء كثير حلوه، يعني عم ترجع تحط مثل ما بيقولوا يعني عم تضوي على كل شيء وعم تخلق من الضعف قوه. خبرنا عن تجربتك بهذا الموضوع. ليكي انا مؤمن على الاكيد، ملتزم نص على نص، يعني كمان حسب كيف عم نفسر الكلمه. يعني انا ماني بكذب عليك اذا بقول لك اني انا كل النهار احد بالكنيسه وهيك، لا ملتزم. ايه ملتزم. عندي ايمان انه بمسيحيتي اكيد. انا من العالم اللي بيقولوا انه المسيحي الماروني بالذات عنده مسؤوليتين، يعني خلقان مسؤوليتين. نعم.
يعني نحن أول شيء كمسيحية نحن خلقانين بأرض مقدسة يدعس فيها المسيح، فهنا واجب أن نحافظ عليها. بيرجع كاميروني، إذا ما في لبنان ما في موارنة، يعني إذا ما بقى في موارنة بلبنان وفي موارنة بس بأمريكا 20 مليون، شو أرضك مش موجودة، يعني ما في شيء. نعم. فنحن الموارنة علينا مسؤوليتين، علينا مسؤولية حفاظ على أرض المسيحية بالإجمال، وحفاظ على أرض اللي هي منبع الموارنة. من هالمنطلق أنا مؤمن. أوكي. وأنا بعرف إنه مداخلاتك بتكون شوي مش استفزازية بس محفزة. إيه هلا أنا بقولها مثل ما هي. نعم. بقولها مثل ما هي وما يعني ما بستحي من اللي بدي أقوله، مثل ما هني بقولون، وبحط إيدي على الجرح. يعني أنا بحضر مثل ما قلتي مؤتمرات، بالآخر مؤتمر اللي كان من 3-4 شهور ببكركي كان مطلوب مني أحكي كلمة، وبكلمتي طلبت من المطران أنا أنه سيدنا أنه إذا بدك ياني أحكي أنا لا راح أكتبهم بالإنجليزي ولا راح أكتبهم بالنحوي، راح أكتبهم مثل ما فيش خلقي. ام قال لي ما انا بدي اياك تحكي لتقولهم مثل ما هن، بدكم تتقبلوا. عرفت؟ قلت له اوكي، بتحب ابعت لك شو بدي اكتب قبل ما ابعدها لحتى just in case طالع شي محل انه انا سيدنا المطران كثير له معزي عندي، وكثير يعني اكثر من انه هو سيدنا المطران. فشافهم قال لي حلوين مثل ما هن. طلعت انا كنت حاطط براسي معلم كذا محل، وهيدا طبعي بالشغل كمان، معلم كذا محل بالكتيبة محل ما اني كاتب انه اذا لقيت اللي عم بحكيهم عم يتجاوبوا معي حاطلع عن النص. مضوع عامل بلان بي يعني. وهيك صار. نعم. وطلعت عن النص، وبس طلعت عن النص قلت له لغبطتنا، قلت له غبطتنا انا انت يمكن كل هول اللي هون عم بيقولوا لك انه الحق على الدولة بلبنان، أنا ضد هاي النظرية. الدولة يمكن عندها مشكلة 30% 40%، بس على الأكيد أكثر من النص مش مشكلة الدولة، مشكلة الشعب. ورح أعطيك أنا مثلاً دغري. قلت له في عندنا أول مشكلة واللي هي مشكلة كتير كبيرة، هي مشكلة مثلاً بالصناعة وبالزراعة، خلينا نحكي بالتجارة، في شيء بلبنان اسمه سر المصلحة. سر المهنة. نعم. قلت له هيدا إذا ما نترجمه بيطلع أنه ما تعلم حدا، وإذا بدنا ناخذ هيدي على الجامعة وعلى المدرسة بتخرب الدنيا. حقيقة. إنه الواحد بيعرف شغلة ما بده يعلمها لحدا. مشان هيك ما بقى عندنا حدا يعرف يشتغل بالفخار، وما بقى عندنا حدا يعرف يشتغل بالحرفيات تبعنا، وما بقى عندنا حدا يعرف يخبز مرقوق، وما بقى عندنا حدا يعرف يعمر البيت اللبناني المزبوط اللي هو عقد، كله من وراء هاي الجملة. ها سر المصلحة. طيب في مشكلة أكبر وأخطر بكثير من هديك بعد. برستيج. هيدا البرستيج اللي مدخلين حالهم فيه اللي ما حدا بيعرف يطلع منه. نعم. هيدا خرب الدنيا. انه انا ما بيشتغل هيك. تعرفتي على شي حدا انت كنت هون كنت تعرفيه بلبنان مثلا تحت ما بيشتغل؟ نعم. بس هون بيشتغل كلينا؟ لا. بس انا بعرف كتير. بلبنان عيب. مظلوم. هون مش عيب. طب ليه بس لان صار اسمها بالانجليزي يعني؟ او يمكن لانه ما بعرف تعددت الاسباب. ما عرفتي؟ بعرف. طيب معك حق بس عم تحكي يعني هيدا هيدي الحقيقه. هالجرأة اللي موجوده بحكي ايسرك هي عم بتفرجي الاشياء يعني هي الحقيقه. يعني ما يجي يقول لي انا باستراليا بعمل اكثر، لا ما بيعمل اكثر. اليوم استراليا ولبنان مثل بعضهم. اللي بده يوم مصاري بيصير بيشتغل 20 ساعه بالنهار 3 دوامات، يشتغل 3 دوامات بلبنان بيعمل زيت مصريات. بس في شغل بلبنان ما في، هون في فرص. لا ما هلا رح يجيكي بعد شوي على انا شو استثمرت بلبنان وليش استثمرت وعلى اساس رحت، وتفاجأت بكل اللي كنت اسمعه بلبنان غلط. حتى نشوف خبرنا تنستفيد من خبرك. طيب انا اخذت قرار اني استثمر بلبنان. نعم. وفي كثير امور ركبت مع بعضها خلتني اروح على شق المزارع. يعني بيي قرر يرجع على الضيعة من 2005 مع انه انا بيي مش خلان بالضيعة. وبعدين صار ينق علي فوق انه اذا بنعملنا مزرعة صغيرة هو بحب وانا بحب.
وانا يعني جدي معاز وجد جدي معاز و كل اللبنانيه اساسهم فلاحين على كل حال ويعني وبحبها. لا بس انا يعني جدي بيبي ربيان معه يعني وعينه الارض لانه وفيه شفتي ايه بقى. وكنا ببكركي باول فورم وطلع مسيو دباني كان عم يشرح عن الاجريكلتشر بلبنان وعم يعطي امثله وحكي انه بالسبعينات اول السبعينات كنا نستورد بس 20-30% من اللي بناكلهم وهلا صرنا بنستورد 80% من اللي بناكلهم وانه 70-80% من مشتقات الحليب مستورده واللحوم والى اخره يعني حكي كتير ارقام فكلهم ركبوا على بعضهم هدول اني انا استثمر بهذا المحل. نعم رحت عم قلو لبي ما اشوف مزرعه هون بيعرضوا علي مزرعه لبيت الزكاة الإسلامي. هاي أول خبرية هلأ رحت يعني رح أعمل تيك بوكس بالقلب عشان مسمع التلفزيون. بيت الزكاة الإسلامي عنده 45,000 متر أرض بسهل عكار. قدم الطلب عطوني إياها بالإجماع. طيب إذا هني زيتون عملون شي خوري بيفرموه على السوشيال ميديا وعلى التلفزيون طبعا. أنا ما حدا تظاهر وما حدا سأل سؤال استأجرت أخذت مو مدفع أجار طبعا. وبالنسبة لهم كانوا مبسوطين اني راح اخلق فرص عمل بالسهل. فتنا على انا فتت على هيدا مش لعامل مصاري انا قلت اذا بستثمر مهم اخسر حافظ على اللي عندي وكون قادر عم غير شيء. وكنت بلشت عم بسأل المستشارين وبعد الحكمة البيطرية ودقات لكتير عالم هون استشاريين بامور المزارع لنشوف ليش بلبنان هيدا الشغل بيخسر ليش عم يخسر ليش جدي كان يربح وانا بدي اخسر. وبلشوا يشرحوا لي يعني ليش. فتنا بالمصلحة استوردنا معزة وبقر من فرنسا. ما قالي سنة انا فاتح بعد ما قالي سنة اسا صار لي يلا يمكن اقل من سنة بشي شهر. طب كيف عم بعمل انا على اساس فايت انه هاي مصلحة ما بتعمل مصاري. طب طلعت انه بتعمل 20-30% ليش الشباب ما بيشتغلوا عم بيستحوا يعني انا مر علي عالم بيستحوا وما بيعرفوا في منه ما بيعرف منه بيستحي ما بنعرف ايه بس يقول ما بعرف بعلمه في شباب انا اصحابي بزنس بيبل قالوا لي تشارلي الواحد بيرجع لورا ولا بيقرب لقدام رايح تفتح مزرعة. قلت له انا ليش مين قالك انه اللي بيعمل مزرعة بيكون عم يرجع لورا. قلت له يسر لي يكون مثل جورج بوش. انا ما جورج بوش خلص حياته بمزرعة مزبوط يعني شو البروبلم شو فيها يعني ما هي شغل يعني مثل ما قلت من الاول برستيج ايه انه شيء غريبين. طيب عم نحط هلا عم نعمل هلا فيزيبيليتي ستاديز لكذا شغلة لنجرب نرجع نجرب نعمل حملات توعية نجيب هالشباب اللي متخرجين جديد من الجامعة. هلأ اللي متخرج حكيم جامعة أو شيء بالأجريكالتشر بيفهم كل اللي أنا عم بحكيهم. هيدا بس بيكون بده مين يدعمه سو إذا إجا بندعمه مظبوط. بس في عندك شباب قاعدين بتضيع لا تعلم ولا خلص علمه ولا بإيده مصلحة وجده ومرته الأرض ومرته المحل وكل اللي عليه إنه يوعى الصبح شوي يشتغله شوي بس يعني منا متعبة مثل قديم. صار في اليوم سوفت ويرز تديري المزرعة وصار في مكانات كلها تقنيات كلها تطورت. اليوم غير موضوع فيها نتيجة بس. طيب اليوم من حديثك عن جد هيدي الشغلة يمكن أوقات الله كمان بحطك بمطرح بيكون بده منك شيء. صح. اليوم هيدا الوجود اللي عملته بضيعتك وبأرضك يمكن بده يفتح باب أو فرص أخرى لأنه أساساً نحن بلبنان ما عنا كمان إشياء إذا بدك محلية عطول بدنا نضلنا يعني بتطور مع الآخرين وناطرين الآخرين شو بدهم يودولنا ويمكن حقيقة يمكن لا. وأكيد نحن للأسف إنه بيعتبرونا من العالم الثالث يعني وقت كتير إشياء ما بيستعملوها هونيك بيبعتولنا إياها. طب شو المانع اليوم لكل اللي عم بيتابعك أو عم بيشوفك قدامهم إنه عن جد تقدر يمكن تعلمه
المصلحة ما يعني لأنك ما بتآمن بسر المهنة قادر تفتح عليهم تعطيهم من خبراتك ويمكن عن جد حجر بيسند خابي يعني صح. هيدا الانفتاح اللي عندك إياه يمكن قليل قليل جدا أو بالأحرى مش موجود عند الآخرين. طب كيف أنت اليوم بتشوف أنك قادر يعني ممكن أنه نشوفك اليوم مثلا بقلب الضيعة عم تعمل استشارات عم تدعي الناس اللي عندها أراضي حتى تدربهم؟ قال لك شو عملنا هلا؟ كنت أنا شيري أرض بضيعتي ومعمر عليها بيت. قبل ما يخلصوا البيت يعني كانوا مخلصين البطون قلبتوا لمعمل جبني ولبني. هلأ عم بيخلصوا يعني بلشوا يخلصوا ليصير معمل أجمان وقلبين بس كله على الطريقة الحديثة. الحديثة أكيد. أوكي وهلأ أنا الله راد يمكن نعمر واحدة مزرعة تانية بضيعتي. أكيد أكيد بدنا نعمل دورات للمزارعين ولا شباب. باخر فورم كنت بلبنان في نيغوشيشن هلا عم تصير بيني وبين جامعه بلبنان بس ما خلصت ما في يقول اسمها بس جامعه من الجامعات الكبار بلبنان واللي هي تابعه للرهبنه لنعمل بارتنرشيب بيني وبينهم بنخلق شيء اعطيتهم بروجكت انا اسمه اي فارمينج. اي فارمينج انا مش مخترعه هو شيء موجود كل دول اللي بتصدر مواشي وبتصدر بس انا قلت لهم انا في روح على استراليا وادفع هيدا السيستم كامل مع تجهيز المزرعه نص مليون دولار بجيبه على لبنان بحطه مزرعتي وخلصت بس ما بكون عملت شيء. قلت لهم هيدا الاي فارمينج راح فيه انفولف الاجريكلتشر ديبارتمنت اللي هن عم يشتغلوا بالزراعه او اللي هن حكم البيطريه فيه اللي بيعمل سوفت وير فيه اللي بيشتغل بالالكترونكس فيه اللي بيشتغل ميكانيكال انجينير كل هيدول بدهم يجتمعوا لنعمل الاي فارمينج. اوكي خلينا نعمل البروجي نشتغل عليه منكون خلينا هالتلاميذ يصيروا موتيفيتد خليناهم يكونوا بارتنر بهيدا البرودكت اللي رح نطلعه حيعملوا فيه بروفيت معنا وحيكونوا هن يبلشوا يركبوه عندي اول شيء ويبلشوا يبيعوه لغيري. نعم وهيدا هو كفيل انه اللي ما بيعرف شيء المزرعه تخليه يربح مصاري. حلو حلو كثير. هلا very soon بمضي الأراضي الأجريمنت بيني وبين الجامعة وموفون إن شاء الله خير. يعني عم تعطينا كتير تأملات. عادة أنا بسأل الشخص بس كون بالمهجر أو بالاختراب لأنه نحن ما نحب نستعمل أوقات كلمة اختراب إنه شو حامل من معك بعد من لبنان معك عن جد بدنا نسأل أنت شو حامل للبنان لأنه عم تحمل كل شيء بأستراليا ومن خبرة ومن تعاطي وعم تاخده لتنقله لبلدك. يمكن هيدا أنا ما بعرف يعني بدنا المواطن الصالح أنه ياخد الأشياء الحلوة وعن جد والحضارة ينقلها ليزرعها ببلده مش نعيش بس على الحنين والنوستالجيا. أنا إنسان صالح لا في ثلاث أرباع لبنان إنسان صالح مواطن عن جد مش كلهم بيفكروا مثلك. يمكن لانه ما اجى حدا يعملهم موتيفيتد ما اجى حدا يدفشهم يمكن يمكن ما ربيوا بالطريقه اللي انا ربيت فيها. يعني انا اول شغله طلعت لاشتغلها طلعت كنت ممنوع ارجع على البيت مش جايب هالقد يعني ممنوع ارجع على البيت مش جايب هالقد رقم اوكي يعني في انا بين مش بالبيت في مسؤوليه فاوقات الظروف بتعمل بتقولي بالواحد وبتعملوا شيء one of a kind تنحت للشخص تنحت ونحت غريب عجيب يعني انا اكيد انه مثلي بلبنان في كتير بس يمكن ما اجتهم الفرصة وما حدا حكي معهم بالطريقة الصح واذا بس بدهم واذا كان الشباب بلبنان عم ينحتوا بس من شو بيسمعوا على التيفي مشكلة. نعم مع التيفي ما بنسمع شيء الا انه الدولة ما بتسوى. نعم. وببلاد برا مش هيك مش مزبوط. ايه وهني بيحمسون على الهجرة واخر شيء بس بيركزوا انه السياحة بلبنان. فالسياحة ما بتعيش كل لبنان. بعدين انه اوكي اشتغل سياحة بس ما في غير سياحة. في صناعة طب ما نحن من 7000 سنة صنعنا السفينة معقولة ما عندنا حدا بيعمل تانكتان يعملهم خيمة شخطورة للسماكين. نعم. يعني قتلوا الصناعة بلبنان قتلوا الزراعة بلبنان وأنا برأيي هيدي شغلة مش بس اللبنانية يعني اللبنانية بتحمل مسؤولية كبيرة بس كمان في سياسات دار من دارنا
اشتغلت على انه نحن من سنة الستين هاو ينطفوا بلبنان يعني. صحيح للأسف ما في يعني مثل ما حضرتك قلت موتيفيشن، ما في انه بيصوروا لنا البرة هو الايديال، منو هيك غلط. يعني انا هون بدفع 33 زائد 10% 43% ضريبة لحتى اخد زفت ولحتى اخد طبابة، عم بدفع حقها مش بلاش. اكيد يعني اذا ندفع حقهم هو بلبنان، بس نحن المشكله انه عم ندفع بس نحن بلبنان ما عم بيطلع لنا شيء بالمقابل، يعني عم نعمل وجباتنا كمان. خلينا نقول المشكله بلبنان انه في 15-20% بيعملوا وجباتهم. اكيد مش الكل. ايه و 80% لا. عندك ايمان انه لبنان ممكن يتزبط؟ اكيد. اذا شخص مثلك مع شخص ممكن تعملوا هال يعني هالفرق. انا اللي مآمن فيه انه نحن على الاكيد على الطريق الصح بلبنان، على الاكيد نحن طلعنا على الهاي واي الصح، وعلى الأكيد فتنا بالتونيل وشفنا الضوء. نعم. هلا قد ايه طويل التونيل ما بعرف. بس الضوء مبين. مبين. ايه. اليوم لأنه هيدي الكريز ايكونوميك بالعالم كله، هالنكبة الاقتصادية كمان أكيد هون موجودة مثل ما بلبنان، يعني اليوم كل اللي عم يجوا جديد، خبرنا شوي إنه يعني اليوم معلي كل الشباب بلبنان بدنا فيزا، بدنا نهاجر، بدنا نسافر، بياخدوا هالشهادة بدهم يفلقوا. خبرنا انه هون صارت صعبة كمان لحتى يعرفوا، بيفكروا انه النعيم يعني موجود. منو نعيم، منو نعيم. يعني اليوم انا برأيي الشاب هون عنده، الشاب اللي بده يقلع حياته عادي، يعني اللي اهله عادي وعم ببلش عادي، عنده ذات المشكلة مثل الشاب بلبنان ما في يشتري شقة. يعني اليوم ارخص شقة بيت ارخص بيت بهالبلد صار حقه معدل 850-900 ألف. بلد غالي. الشقة والتن نوم 600-700 ألف. هيدا الشاب اللي عم يتخرج من الجامعة هون مثل ما بيتخرج مثل شاب بلبنان، ببلش وظيفته. إذا كان دارس انجينير ببلش 50-55 ألف استرالي. يعني هني 55 مليون ليرة لبناني. هلا هني بلبنان بيقول لك واو كتار. ما عند ضرايب من هون. علبة الدخان بلبنان ب 3000 ليرة هون ب 40 دولار. أجار البيت بلبنان ب 300-400 دولار بالشهر، هيدا عم يحكي انه اللي عقده معهم 500 دولار بالجمعة. مش مزبوط. صارت موضة لازم نطلع، مش مزبوط يا خيي. أنت اشتغل بلبنان عمول 1500-2000 أحسن من تطلع لبرا. نعم. هلا في كتير عالم بيقول لك أنا مش قادر أعملهم، بفهمه. هيدا اللي مش قادر يعملهم، هيدا كمان برا ما راح يقدر يعملون لانه ما راح يتطور. يعني اللي مش متعلم بلبنان لا بيده مصلحه ولا راح جامعه صعب عليه يعمل شيء بلبنان، كمان برا حيكون صعب عليه اكثر. فاضبط يرجع باك على ضايعته محل ما جده ورطه ارض، ما في لبناني جده مش مورطه ارض. يرجع لهونيك ويشتغل بالاجريكلتشر، نبلش نرجع من البدايه من الاصل. اكيد يعمل مثل لوت الخز، فوت لجوا وتظبط بيته من جوا قبل برا، يرجع يقعد ويشتغل بضيعته وبيستفيد وبيشتغل وبيعيش بكرامته وما بيتبهدل. صح. هن نحن صرنا عم نحس انه اكثر من انه هو هروب، هروب الواحد صاير عم يهرب من واقعه. بفتكر انه ممكن انه برا ما حدا بيعرفه ولا البيئه، يعني ممكن عم يطلع ما عنده هالثقه بحاله، لانه صرنا لمطرح عن جد عم تتابع وعم تنزل على لبنان وفي مأساة. في مأساة، في مأساة. الله يساعدهم. كمان هي انه الظروف اللي صارت دار من دارنا اخر 8-9 سنين هاي كمان اثرت، بدل ما نضل عم نتقدم اثرت وسكرت البلد. بفهمهم لهيدول بس يعني ايه بس انا مجبور، انا مجبور، انا بعتبر انا مجبور. هلا يمكن في كور في كتير شباب عم يشوفوا عم يحضروني ويقولوا هيدا لانه راح وعمل ما بدي انا اروح. ممكن انا مجبور قولهم مثل ما هن، قول الحقيقه ما يطلعوا ينصدم ويبكي. مزبوط. عرفتي انا اخر كلمه قال لي اياها بي على المطار بمطار بيروت انا وفيلر ب 2001، بس قطعت وصرت بدي فوت عند الامن العام، عيطت لي رجعت. قال لي بعد 6 شهور اذا فشلت او لقيت حالك مش قادر تكمل رجع، احلى ما يصير فيك مثل غيرك تستحي تقعد ترجع على لبنان. نعم نعم. هلا رح نحكي بالبارت الثاني عن هيدا الموضوع، كرمال هيك نتوقف مع فاصل ونرجع نتابع الحديث نحن وياكم. لا
لكل اللي انضموا لنا هلا اكيد بحلقتنا الليله معنا تشارلي ابراهيم رئيس وصاحب شركه ايتك. بالفصل الاول والقسم الاول من الحلقه حكينا شوي عن سيره حياتك، عن اكيد الصعوبات التحديات الطفوله، حكينا اشياء كتير حتى نوهنا فيها لكل الشباب اللي عم يسمعونا، وان شاء الله يكونوا عن جد عم بيشوفوا الحلقه يرجعوا ياخذوا كل كلمه بتقولها بعين الاعتبار من خبره، لانه اليوم نحن ما عم نعمل نقد هدام او بناء، نحن عم نحكي واقع، عم نحكي حقيقه، وبنتمنى انه تكون عم يوصل الصوت. وصلت على استراليا اذا فينا نعتبر من تحت الصفر، لانه حتى كتير بنسمع انه اليوم كتير ناس حابين يشتغلوا حتى لو بارضهم ببلدهم، بيقولوا لك اوكي موجود الارض او حتى بس ما في خميره. هالخميره قد ايه اليوم هي اللي بتحطها بكل شيء بالعجين بايمانك، كلها بتنفخ وبتكبر بتكبر مثل هالبولدوناج، هالكره الثلج، يوم بعد يوم بتكون عم يعني اذا اكيد عرفت اشتغلت فيها اللي تكون بين ايديك. كيف شو كانت خميرته لتشارلي ابراهيم، وعن جد كيف هالخميره نفخت هيك وهالزرع صار له حصاد له تقله؟ اكيد طبعا نرجع نحكي بالتفصيل. اول شيء هي الخميره هي ايمان، صلابه، ثقه بالنفس، هاو الخميره. نعم. الباقي بيصيروا شيء حدهم تزيين. ايه وصلت لهون بهيدول، وصلت لهيدون انا مثلي مثل حيلا شاب جيت من لبنان $100 دين بجيبتي. اشتغلت بلشت شغل مع اخوالي بالخشب لفتره معينه على اساس انا بدي اشتغل انا وخالي يعني بالالومنيوم. انا كان لي هون شهرين قطعت تيكت رجع على لبنان. نعم. لانه وقت اللي انا جيت ب 2001 كان الدولار 48 سنت. اشتغلت شهرين قبضت طلعوا اقل من لبنان. فجأت قال ايه قلت شو جاي يعمل هون؟ خليني ارجع على لبنان. تضايق خالي كثير وقتها وقال لي انه انا انه حرام تعب يعني لجيبني. دق لبيي. قام بيي حكي معي على التليفون قال لي انت اشتغلت بمصلحتك يا عمي؟ قلت له لا، قلت بجرب بمصلحتك ثلاث اربع شهور وبعدين قرر. قمنا طلعنا وهيك صار. تعرفنا على بعض الشباب هون ومن خلال حدا هون بهالبلد سموه هو بي جالي سليم طنوس. نعم. هو بعتني لعند كم حدا يعني بيهمهم العالم تركب لهم، وصرت انا هيك اعمل ركب لهم بالنهار ويعطوني شغل ركب لهم بالليل. فبلشت 18 ساعة. هلا بلشت 18 ساعة بلشت تشوف تغير الموضوع. بعدين لانه انا جريء وما بخاف وما بخاف من الخسارة، ودائما بقول كل خسارة بتعلمك يعني كل خسارة بتتعلمي منها درس، هي مش خسارة هي. نعم اكيد. من هيدا من بهالطريقة التفكير بلشت جرب اخد شغل صغير لحالي. الشغلة اللي ما اعرفها اروح اتعلمها، وانا ما عندي مشكلة اول ما بعرف علمني. لليوم انا هيك يعني. ب 18 سنة بهالبلد عامل شي 50 دورة لانه ما عندي مشكلة. بلشنا 6 شهور كان لي هون قررت افتح اول محل لي، محل صغير كان وبلشنا من هون. كمان الجرأة والكاريزما اللي الله عطيني اياها والثقة بالنفس خلتني روح دق ابواب عالم بعمره كتير ويمكن اكبر من حجمي، بس كمان لاني كنت جريء كنت دايما اقول لهم انه انا ما معي مصاري اعمل لك شغلك، يعني بدك تساعدني لان انا اعمل لك شغلك. نعم. مش انه رايح لعنده انه انا قصة كبيرة بس. طبعا. عرفتي؟ حلو. يعني بالحقيقة الموجودة أنا دايما تواضع. أنا دايما دايما يعني كل اللي بيعرفوني بيعرفوا إنه أنا ماني إنسان غامض. نعم. بكل شيء أنا هيك. كتاب مفتوح. كنت بالفترة تعرفت على مرتي كمان بال 2003 تجوزنا.
مرتي كانت عم تدرس accounting، ووقت اللي تجوزنا يعني بقيت تكمل الاكاونتينج. هلا هون بلشت شو بيقولوا لها، مثل واحد ضد الرصاص، يعني بيصير هو ضد بيصير اذا بدك صار في اكسترا لاير ضد الهزيمه. ليش؟ لانه صار عندك مسؤوليه اكبر كمان. مش بر عندي مسؤوليه اكثر، لا صار عندي اللي ناقصني انا بهالبلد كمل بمرتي. يعني انا اوكي بشتغل جرأة اللي بدك اياه، بس انا ما بعرف سيستم هون، ما بعرف القوانين هون. بدي اروح ضيع وقت يمكن 3 4 5 سنين لاتعلمهم. هون صارت مرتي ما هي اكاونتنج، صح؟ يعني اكتمل نصك الثاني. اكتمل النص الثاني، هي استلمت كل ال، صارت شراكة عمر وشغل. فهي استلمت شق الاوفيس والاكاونتنج وكل شق القانوني، وانا صرت فوكس على اللي انا بعرفه واللي انا شاطر فيه، وانطلقنا من هون. حلو كتير. بال 2006 وقت اللي صار ازمه اقتصاديه اثرت علي مثل كل العالم. نعم. شاطت مثل كل العالم. وبليله كان يعني بليله نمت مثل كيف بيقولوا بنام واحد مليونير بيوع ما معه شيء، انا نمت مليونير وعيت معي حال بالدخان. يعني مثل كثير عالم بهالبلد. ورجعنا من اول وجديد. يعني ما كنا نعرف، ما عندنا خبره. اوفر كوميتد، شارين بروبرتيز كثير ومش عارفين. انا ما كنت اعرف انه كان لي 5 سنين هون، ما بعرف انه هون البلد بيطلع وبينزل، حتى ما عندي الخبره انه بكل دول العالم وين ما كان الشغل في له بيك وفي له دروب داون، ما بعرف. انت مفكر انه استقرار دايم لانه استراليا يعني في حلم بالموضوع. دايما هيك طلوع، عرفتي كيف؟ سو كنا اوفر كوميتمنت مفاجاه. وفجاه وقف السوق، نزل الدولار، طلعت الفايدة، خف البيع، نزل التورن اوفر تبعنا من محل عنجع 10%، ما بقى نلحق دفع. شطنا اللي كنا عاملينه بخمس سنين حطيناهم، لا قدرنا نقطع المراحل اللي ترجع تقبيت. وقت رجع تقبيت انا هون بلشت اذا بدك اتطلع outside the box. قلت اوكي استراليا بتطلع وبتنزل، انا لازم تكون وقت اللي عم تنزل عم بقطفها غير محلي وطالع حصن حالك. رحت فتحت معمل بالصين. وقت رحت لافتح معمل بالصين كل اللي دار من داري قالوا لي انت مهبول عن جد؟ انه بالصين حدا بيقول لك انه شو رح تعمل بالصين؟ اطلب العلم ولو بالصين. انت انه شو رايح تعمل بالصين؟ من واحد بروح بيجيب ضاعه من الصين. اوكي كثير اكيد. بس انه انت رايح تفتح معمل هنيك وتشتغل هنيك و غريبه. وانا كنت رايح حاط براسي شيء محدد، يعني رايح بدي شنع شيء هنيك، بدي هو انتاجه بدي بيعه هون. وشيء يكون ستاندرد برودكت يعني ما بيوقف. وهيك صار. فتحت المعمل بالصين. كانت صعبة بالأول، أول سنة بالصين كانت كتير صعبة لأنه لا بحكي لغة وما بعرف كتير عالم. كمان عنده نظامهم يعني. وأخذت شقفة أرض من الدولة بمحل لك ميدل أوف نوير، ما في حدا حدي حرش، وأنا بدي عمرها. يعني عشت إذا مغامرة. بدك سنة عشت سنة مكاني بالجيش. وحدات خاصة عنجد، عرفتي كيف؟ نايم مونيك مزبط خيمة قاعد. بشتغل معهم بنام معهم باكل مثلهم، عرفتي عادي. اجي اقعد شهر شهر ونص، اجي طلع عائلتي جماعة كذا ارجع اروح لحد ما بلشنا وكتر خير الله. قد ايه بتحس عن جد هيدا التواضع وهيدا الذكاء بنفس الوقت، انه اليوم قد ايه الانسان من الضعف بيخلق قوة، وقد ايه بيشغل ذكاءه وحواسه وقت يكون عن جد بده يعمل شيء ويعمل فرق، مش انه اتكالي وانه خلص لا هالقد انا يعني بقدر. هيدي الكلمة انه هالقد بقدر اكيد مش موجودة بقاموسك. انا بقدر. انا بالنسبة لي هالقد بقدر يعني استسلم الواحد. استسلم. هلا كل واحد عنده، كل واحد بيحلم شكل. هلا في عندك عالم يعني بقول لك انا حلمي خلص انه انا عندي بيتي، انا مش هيك. انا حتى كل اللي بيعرفوني بيعرفوا انه انا الشق المادي ما بيعنيني. بيعنيني في عالم بيقول لك انا بس اطلع سوق سياره سريعه
الأدرينالين بيطلع معي وهيدا الشعور بحبه. أنا هيدا الشعور بحبه من بيجي عندي إياه every day. نعم بالشغل. أوكي يعني أنا دايما بنصح الشباب اللي عم يشتغلوا معي أو المهندسين اللي عم يشتغلوا معي أو أي حدا بساعده ليفتح مصلحة جديدة أو إلى آخره بشغلنا دايما بقول لهم أوكي أنت كتير مهم تحط الحلم الهدف وين. نعم هذا أول شيء بدك تحطه. أوكي محل اللي كل العالم تغلط هي كل العالم بتحط هدف بس محل اللي كل العالم تغلط هي إنه بتدرك الهدف كتير كبير ودان مش كل العالم عندها العزيمة لتضلها تقاوم لتوصل له. أوكي صح. في عالم تستسلم بعد جمعة في عالم تستسلم بعد شهر عالم بعد سنة. أنت هون المفروض تكون عم بتأول شيء تقعد تعمل استيميليشن لحالك أنت بينك وبين حالك بالقليل تعترف انت قديش فيك الداين وقديش قوتك وعلى اساس هاو تقسم حلمك. يعني كل واحد بيقول انا بحب يكون معي مليون دولار حلو بس شيل من راسك سقفة المليون الله قسم لي اياها على شي 50 رقم. نعم خليها تصير 20 هل فشخة يعني الستيب باي ستيب لانه انت بتصيري اذا عملتي حلمك شقف وخليتيه كل 3 شهرين 3 وصلتي للرقم اللي حاطتيه او للهدف اللي حاطتيه هيدا بيخلق لك عزيمة بيرجع من أول جديد وبتشرجي البطاريات وبتخلق لك فرح انه انت عملت شيء على القليل إيه. يعني انا اي اتشيف سمثينج بصير موتيفيتد برجع بكمل الثاني. انا هيك بشتغل صح. انا هلا انا على السنين صرت خلص اعرف حجمي كمان اكثر وصرت اعرف انه انا اي بيرفورم برا تحت البريشر بعرفها. اوكي يعني انا اذا كنت انا صرت اعرف حالي اني انا اذا بدي achieve something big لازم حط حالي بضغط بس حط حالي بضغط براسي بصير يشتغل يعني شيء رهيب بس هي كمان بمصالحه مع حالك يعني اليوم انت بينك وبين حالك بتعرف انه انت هالقد بقدر تعطي او هالقد لا لا انه انا مش قد هيدي الشغله اكيد هو ايه مش هيك اذا هو بينه وبين حاله ايه كان صريح لدرجه صح بده يكون الواحد بالقليل بينه وبين حاله يعني يكذب على حاله ما يكذب على حاله صحيح اذا كان بينه وبين حاله عم بيكون هو كثير صريح بيوصل. انا اكيد بيوصل بيوصل خلينا نحكي شوي عن ايتك هالشركه اللي فينا نعتبرها امبراطوريه من دون عن جد يعني بعلامه كتير حلوه وفارقه وبشهاده كتير ناس قد اليوم عانت لتوصل لهون قد كان في منافسه قد كان في تفهم كمان من قبلك كيف وصلت اليوم بنيتها وليش وطموحك اكيد دون شك وهالاسم كمان ايتو ايتك عانت اي مثل ما انا عانيت نعم هي جزء منك على كل ايه حال اي سنه هي انا بقول لهم في احنا عندنا ايتك جروب هي فيها تحت منها كذا كمباني ايتك استراليا انا بقول لهم هيدي ماي بيبي لانه هاي انا هون بلشت يعني هي ايتك استراليا هي بعدها اللي بتاخد بروجكت اليوم بتصنعون وبتركبون ومثلها مثل حيلا معمل الومنيوم كبير بس انه على مستوى بس هيدي اللي انا بلشت فيها يعني هيدي انا بقول لهم ماي بيبي هيدي اللي اساس الباز يعني ايه هيدي اللي انا بقول لهم للشباب انه هيدي بكل محل فيها كل بوزيشن فيها انا شغله بايدي يعني ايه بيعني لك يعني اللي عم بكنس الارض بينظفها ما في الا هاي بتاخد وقت اكتر هيك لان انا عاملها لهالشغله قبل اللي عم ينظف اوضه العده ما في اللي اخذ لانه هاي انا كمان شغلها كل شيء فيها هيدي انا حاطط ايدي فيه مره بحياتي ولاني شغلها بشغف حافظها مش قليل هيدي البيبي تبعي هلا هيدي البيبي كبرت وخلفت كتير بيبيات انا بلشت من شي 6 7 سنين انا اعمل ماي اون ديزاين ماي اون سيستم الومنيوم واكسسوارز ولانه هون السوق قوي يعني يعني في 4 5 شركة عمرها 40 50 سنه عندهم تاريخ بالبلد كامشين السوق انا جيت كمان بيني وبين حالي اوكي هيدا كيف بدنا نخرج اوكي هيدا انا بيني وبين حالي انه اوكي في عنا هون 300 400 الف 500 الف رقم نختلف عليه يمكن فيهم بيقولوا مليون لبناني كلهم بالعمار انا ما فيي اشتغل لهم لكلهم فيي بيعهم كلهم بس ما فيي اشتغل لكلهم طيب انا اكتريت الشباب اللي بيشتغلوا معي لبنانيه او عرب
وعندي اصحاب بالمصلحه. اوكي ليش انا ما ببلش لحتى ما اروح انا على حدا كان يشتغل وجرب اخذه وينط يعني ويجوا علي اللي كانوا يبيعون ويصيروا يضربوني؟ خليني انا حمس اللي عم يشتغلوا معي. ما كل واحد منهم عنده حلم، وكل واحد هيدا منهم بس لاقي عنده حلم انه بده يفتح معمل انا ساعده ليفتح معمل بيسون انه هو يمضي يكون هو مثل فرانشايزي يعني عم يشتري البرودكت تبعنا ويبيعه. هيك بوصل لاكثر عدد من حلو كتير من اللبنانيين اللي بيعمروا. حلو كتير. هيك 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 هي بلشت عندي. ابتدت نعم. اوكي وهلا اليوم نحن في عنا ايتك ايتك اكسترجن اللي هي بتبيع تقريبا يمكن 120 او 130 معمل الومنيوم بيشتروا منها بضاعة. يمكن نصهم لهول الزبونات كانوا بالسابق يشتغلوا عندي. هلا اليوم عندنا زبونات من كل شيء. حتى الناس اللي بتشوف اليوم شغلك انه عم تشتغل بصدقية وبطريقة كتير احترافية يعني كمان ممكن اليوم في ثقة لا بنيت اسمك يعني. اكيد انا لانه يا ما في ورش انا عاملها وبنص عرفت اني خسران. اوكي بس اني عملت غلطة وخسران بس كملتها لانه في اسمي واسم شركتي بدها. كملتها مثل كأني عادي ربحان ولا نقيت ولا رحت باخذ ورشة بس تعلمت منها. تعلمت منها بتعيد حساباتك بغير مطرح. بعيد حساباتي بغير مطرح بس هيدي بتعطي مصداقية يعني اليوم انت عندك كتير عالم اذا انحطت بهيك موقف وقت اللي بده تنضرب يا بفلم الورشة يا ببلش ينك ويبكي يا 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 انا هو ما عملت هون بحياتي يعني هاي عم بعطيكي مثل بس انا ايه اسمي كتير مهم لإلي كلمتي كتير مهمة لإلي معروف بالسوق انا انه كلمتي اهم من الورقه اللي بمضي عليها اذا قلت ايه يعني ايه واذا قلت لا يعني لا ايه ما مش الورق اللي بيلزموني. حلو عن جد قدام هم اليوم الواحد يبني اسمه يتعب عليه ويكون يعني يتحمل مسؤوليته لانه هو البصمه اللي بدها تبقى اكيد هي هي اهم شيء بدها تحمل اولاده من بعده 100%. طيب اليوم هذا الاسم قد ايه بتحس بعد بكل هالتفكير اللي بتعمله وعقلك اللي بيكبر وبينضج يوم بعد يوم وبعدك عن جد عندك مجال ان شاء الله الله يطول عمرك خلي لك عائلتك طويل شو الانجازات شو عندك احلام هيدي خلينا نحكي بالقطع على الاحلام اللي حكيت عنها اللي كتير حلوه شو الانجازات اللي حابب عن جد انك بعد تعملها وما عملتها؟ هلا نحن في شيء نحن اشترينا من شي سنه ونص معمل كتير كبير كان على الاعلام الاسترالي من شي جمعتين ثلاثه عملوا له بريس ريليس. اشترينا معمل كان بالسابق هو معمل الكترولوكس برادات وغسالات وهالامور وافران غاز وهيك ادوات منزليه. هيدا معمل ل 70 سنه كان وسكر بمنطقه و1200 لل 1600 موظف كان يكون فيه فلو. اشترينا المعمل كبروبرتي وانا وبعض الشراكة وهلا ايتك عم تخلف حدا جديد هونيك هاي جايبين رح نصير نحن نعمل فوق الومنيوم اكسروجن يعني نحن نسحب الالومنيوم نحن نصبه الومنيوم ريسايكلينج كمان وراح تكون فاكرين كل شيء يعني حتى بالبيئه وبال ايه هيدي اتس تو بي اونست هيدا من 7 8 سنين كنت اقول بس اوصل لهون يعني انا بكون وصلت للقمه تبع هيدي الاندستري وما بقى في محل روح بعد هيك. انعرض علي عالم وقت اللي عمل بريس ريليس انعرض علي بهالخمس ست شهور كذا شركة بارتنر بالبزنس لأنه أنا بالبزنس ما معي بارتنر وعم قل لهم أنه الجواب فوق لا إيه ولا لا الجواب هو أنه أنا ناطر البيبي ليخلق نعم حلو عن جد حلو ما يعني هيدا is my dream هيدا is the top of my dream هيدي الكمة أعلى من هيك ما في يروح بالبزنس عن جد وماني بعيد عنه بقى وتعبت لو وصلت يعني ماني بعيد خلص هي بس وصلت وقت ان الله راد ان الله راد مثل ما احنا ماشيين بنبلش باول اوبننج بشهر 3 سنه الجاي 4 على الخمس سنين الجايين
منكون نحنا بتكون ايتك واحدة من 5 شرك بالعالم اللي فيها تعمل under one roof من الديزاين تبع اكسسوريز او الومنيوم للسحب للريسايكلينج لكل انواع اللابوراتوري والتست للمانيفاكتشرينج ومش بس مانيفاكتشرينج بقى هون الومنيوم عم نحكي شباك وباب وكرنول ونوع عم نحكي صناعة حيكون في صناعة الومنيوم يعني ممكن نصنع بادي السيارة وممكن نصنع الباسز وممكن حلو. نصنع هالامور كل شيء له علاقة بالالومنيوم قطع سيارات يعني من الالف للياء بكل شيء له الومنيوم كل شيء له علاقه بالالومنيوم ممكن تكون قطعه سياره ممكن تكون هيدي نحن وي ويل اتشيف حلو هي بس مساله وقت يعني لو مثل ما بيقولوا العدسه بحاوط انعمل دقيقه عملتها بس بتحمص ايه بس ما بتزبط يعني خلص في وقتها بدها تاخده بس خلص مشينا بالطريق السليم اي ان شاء الله على سلامه ويبصر النور ونحن بالعكس كل انجاز انت بتعمله ونحن بنكون كثير فرحين وسعيدين لانه حتى من اكيد كنا حصه نغطي هذا الخبر لانه انجاز مثل هيدا بحجم وطن صراحه وانت بتمثل وطن لانه بكل حديثك فعلا كان في رسائل ومش مشفره بالعكس مفهومه اللي بيسمعك بقلبه ببصيرته بيعرف انه انت عن جد عم تحكي لمصلحه كل شخص عم يسمعك انه ممكن يقدر كل انسان ما في مستحيل يعني كل انسان بيقدر يعمل شيء ما يحط المستحيل انه الموجود بحياته يعني هلا اليوم انا محديثه معك بهالوقت عن جد استمتعت جدا وتعلمت اشياء كثير وكل يوم بضيف لنا وهيدي شغلة كمان كتير مهمة انه ما راح نهارنا صدى لانه العمل بعلمك الايمان بعلمك الولاد اوقات من الولاد حتى صح. بتعلم اشياء جديدة صح. يعني تشارلي ابراهيم كل اللي حكيته اذا فيك الناس اللي تعرفوا عليك كمان وما كانوا يعرفوك ولكن اللي بيعرفوك وبحبوك وما بعتقد حدا تعرف عليك ما عن جد ما حبك Thank you. وعرفنا انه كمان بالانجاز الجديد وهالمكان اللي بده يصير فيه هالولاده الجديده لقيتك انه في كابيلا او كنيسه ليه كمان يعني بهيدا المحل بالذات مع انه محل عمل يعني شوي هي هيدا المحل العمل هي اساسا مدينه صناعيه يعني منا مبنى نعم بس بقلب المدينه الصناعيه اللي اشتريناها انا وحدا شراك ما يلت فيه يقول اسمه لأن كنت برتاح بالحكي فيك تقول اسمه عادي لا هو ما بيحب مع تحفظ اوكي في عنا هونيك 3-4 بيوت بهالأرض هالمنطقة اللي نحنا شارين فيها أربع بيوت يعني سكنية؟ ايه هني بس كبار لا 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 هي هلا المنطقة فاضية نحنا هلا عم نزبط كل شيء لتصير المعامل كلها تشتغل اوكي بس في كان بقلبها هني عاملين قديم 3-4 بيوت محلات عاملينه للشغيل يجتمعوا محلات شيء هيك يعني اوكي فهالمنطقه اللي نحن شاريين فيها فوق اورنج اللي عم يسمعونا باستراليا بيعرفوا هي منطقه غنيه كثير بالكرز وفيها كثير واينريز وفيها مناجم نحن الكنيس تبعنا كل سنه بيعملوا جروبات وبيطلعوا الاولاد لفوق والعيال ليقطفوا كرز بيقطفوا كرزاتهم بياخذوهم معهم حلو وانا طلعت مره لفوق كانت ثاقبه فوق وكان في جروبات يمكن 6-7 جروبات لبنانيه فوق كل جروب لايك تو باسز يمكن 50-60 ولد او عائله وشفتهم يعني قاعدين بيكنيك بالهيدا جيت قلت انا عندي ندر وهون عم يجوا لك في عنده خلص حاعمل هون هيدا البيت واحد من البيوت فحاولوا ل كنيسة وهو كبير البيت يعني عم نحكي نحن بيت بس مساحته شي 700 متر طابق واحد حنقسم منه كنيسة ونقسم منه شقفة تانية نعمل له اوض مع مطبخ وحمامات وقعدة للباربيكيو وهيك يصير فيهم اذا بدهم يطلعوا يناموا واذا بدهم يصلوا حلو ورح نعمل اوضة قد هاي نحط فيها رح حط فيها كلها رفوف ونحط فيها مثلا انا شفيع ضيعتي مارليشا نعم سو بحط تمثال مارليشا هونيك وبحط مارليشا ضيعت ممنيع عكار اوكي كل حدا من اللي بيجي في جيب بيحطه بحط الشفيع اللي هو طب ضيعته او يو نو بركي مثلا يمكن يصير عندنا هالحيط
ما بعرف كم قديس في بلبنان. حلوة كتير الفكرة. وبدنا نجرب نقنع سيدنا يطلع هو يفتتحها ويجرب انه يعملنا اياها. ما بعرف كتير انا بالقانون الكنسي كيف, بس انه يقدر يتناول فيها. نعم. يعني بدك تحولها لكنيسة كنيسة يعني. ايه بس هي بتكون للببليك. بتكون للببليك. عن اسرار يعني اسرار الذبيحة الالهية. صح. بس هي رح تكون للببليك مش أكيد. ملك حدا. اكيد. هي حتضل الارض ملكها الشركة. نعم يعني. نعم. بس هي حتكون للببليك يعني اني حدا من الكنائس الكاثوليكيه او الموارنه طالع مفتاحها حيكون معروف وين هو وبيفوتوا وبيصلوا وبيناموا وبيشربوا وبيتغدوا وبيشووا وبيعملوا اللي بدهم اياه وبيفلوا. يعني هيدي كمان شغلة نادرة انها تصير, خاصة بكره يمكن يحول لك اياها لشي مرة تسمع انه في عرس مثلا. ما مش لا قدي حلوة عن جد انه تكون عم تفتح انت بواب بهال. ان شاء الله الله يعمر معك. واكيد اللي احنا الكنايس هون كمان فيها جو خاص يعني اللي تابعة للجالية اللبنانية وللموارنة تحديدا, بتفوت بتحس بجو هيك روحي يعني. حتى العطر البخور بتحسه كتير بيشبه لبنان يعني. يعني بتحس انه كل شخص بده يشم عطر لبنان بفوت على كنايس الجالية اللبنانية المارونية, لانه هون الجالية بعضهم محافظين كتير على اكترية الجالية هون اجوا من الضيعة لهون وبعضهم محافظين على هال إيمانهم متمسكين فيه. قدي كنا عم نحكي شوي بالكواليس انه هالولد اليوم بيعلم اشياء لأهله اشياء خبرني شوي اذا عندك شيء ما بعرف تقول. عندي من شي سنة او سنتين كان عنا حفلة للشغل و يعني اجمالا انا بالسهرات تبع الشغل طبعاً بيكون في 300-400 شخص, وكنت انا عم اقول كلمة وركزت كتير على الحلم. نعم. والهدف. تاني نهار معي بناتي بالسيارة, وأنا بحب كتير أحكي أنا وبناتي حدسان من هالنوع وأكبر من عمرهم وبحب شوف شو بيقولوا. عملها لبنتي الكبيرة شو رأيك داد, يعني كان عمرها 11 سنة, عملها شو رأيك داد باللي قلته مبارح. قالت لي داد أنت حكيت مبارح عن الأحلام والدريم وهيك والأهداف, بس أنت ما بتفرق شي عن غيرك بهاي. قلت لي كل العالم عندها حلم وهدف, الفرق بينك وبينهم انه انت ما حدا فيه هيك على الطريق. حلو. اوه شال كلمة. هيدي بنتي عمرها 11 سنة هيك جاوبتني. واو قدي مهمة. ايه انا شوفيها معيني. انصدمت انا, قلت لها رحت على البيت قلت لها لأما يا عم هيدي مين عم بعلمها الحكي يعني. فقعتني وحدة. طبعا انا عارف جاوب بأي كتاب عن جد. عم تدرس فعلا هيدا الوعي, يمكن بس كونوا الاهل واعيين كمان بيخلقوا الاولاد بالجينات على كل حال بيكتسبوا الذكاء. انا هلا انا بتعامل معهم هيك وامهم بتتعامل معهم هيك. يعني قلت ما التهيت معها حق ما حدا لهيك على الطريق. لا 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 ما انا بالفعل بس ركز على شيء ما بلتهي يعني. اذا عم مركز هون ما بقى اسمع لهالدرجه. رح نخلي هيدي الجملة لأنه فعلا فيها كتير عبر ومعاني, وخلي المشاهدين لكل واحد يحطها على نفسه ويقيسها على حاله ويشوف أنه قدام حقيقية ومظبوطة. تشارلي إبراهيم نحن استمتعنا بالحديث معك. لكل اللي تعرفوا عليك بهالحلقة ولكل اللي بيعرفوك وبيحبوك واللي اليوم تعرفوا عليك وأكيد أكيد حبوك لأنه كل الأشياء اللي عم تقولها قريبة من الناس وبهالدردشة الحلوة. نحن بنطلع عن التقليد عن السؤال والجواب الكريشيات, يعني هالدردشة قدي طلعت من قلبك شخصيتك وهالطفل اللي عايش جوا اللي كل إنسان لازم يحافظ عليه ليبقى عن جد عنده أمل. شو بتحب تقول لكل اليوم اللي عم بيتابعوك؟ أول شيء بدي أقول له إن شاء الله أكون حكيت اللي بحب يعني حكيت يعني سمعتهم اللي بحبوا يسمعوه بالواقع, لاني انا بحكيهم مثل ما هن. وبحب اقول انه اللي عن جد يلتزموا بكيف بدنا نحافظ على لبنان وكيف بدنا نضلنا بلبنان ويخلوا يرجعوا النخوه القديمه
ونحب بعضنا ونحب جيراننا ونحب، وهيدي كتير مهمة بالشغل وبالحياة. وكمان من اللي عم يسمعوني وبيعتقدوا اني انا فيي ساعدهم بلبنان، انا مزرعتي بعكار اسمها نورث فارمرز لبنان، هي بسهل من يارا. اي حدا بحس انه هو في شيء انا قلته بيساعده او انا فيي ساعده، يعني من شهر واحد وطالع بيصير فيه يساعده، ف بيتوجه لعندي. ومثل ما قلت له بالزمان لسيدنا المطران مطر اني انا ما بعطي السمكة، انا بعلم كيف يصيده. برافو برافو عن جد. انا بدي هني حالي فيك وهني البروغرام لانه اضفت لنا كتير صراحة. نشكرك على وقتك، على حديثك، على تعطيك مع الانسانية، مع خيك الانسان. ونحن اكيد بدنا نضلنا متابعينك، ما عاد فينا يعني، اخذنا هالجرعات الامل منك، ما عاد فينا اكيد نقعد بلاها. ان شاء الله بالتوفيق لإلك ولعائلتك ولمدامتك كمان اللي تعرفنا عليها رائعة، الله يخليها هيك على طول. كمان انت وياها فاتحين هالبيت وهالعيلة، تكتب لنا هون هيك شيء يضل كمان بصمة نحملها معنا نحن زوادة، غير كل اللي قلته كمان بطريقة حلوة وإيجابية. شارلي إبراهيم شكرا كتير لإلك. مشاهدينا بالنهاية تيبقى الوطن وطن الرسالة وشعلة المحبة وخيوط الضوء يلي بتوصل مع كل لبنان الهوية والجذور والأصل. نعترف إنه لبنان ما ممكن يحلق إلا بجناحي المقيم والمغترب. تابعونا بحلقات جديدة مع ضيوف جديد. الله معكم وإلى اللقاء.